باب قوله لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. لا تسألوا أي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أشياء إن تبدى لكم إن تظهر لكم تسؤكم. هو سبب نزول هذه الآية أن كثير من الأعراب كانوا بقى إيه، والنبي صلى الله عليه وسلم متواضع ويخفض جناحه للناس، فكان يكسر السؤال على النبي. واحد النقة بتاعته تضل يروح للنبي يقول له النقة بتاعتي فين، واحد تاني يعني يشك في نسبه فيروح للنبي يقول له من أبي، والتاني يقول له أنا وضعت مال في مكان فلاني ونسيته أين وضعته. الله، يعني ما يصحش بقى. والنبي كان يجاوبهم لأنه يوحى إليه. فنزلت هذه الآية بعد ذلك ليتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكسروا عليه السؤال. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. ومنهم برضو كثير من الناس كانت تسأل أنبياءها بآيات ومعجزات، زي الحواريين لما سألوا سيدنا عيسى أنزل علينا مائدة من السماء، وبعدين لما تنزل بعضهم يكفر بيها. طب وليه؟ وبعض الناس تسأل في أمور النبي لم يتكلم عليها، وطالما لم يتكلم عليها تبقى عفو، فيجي يسأل لحد ما تتحرم، يبقى نكد على الأم. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء عفى الله عنه فحرم بسؤاله. فهمت؟ علشان كده ما يصحش مع الأنبياء تكسر السؤال على الأنبياء. ليه؟ لأن كلام الأنبياء بعد ذلك التشريع. وعن أبي قال حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي قال حدثنا أبي. منذر بن الوليد ابن عبد الرحمن الجارودي، يقول حدثنا أبي يبقى مين؟ الوليد، خلاص، الوليد بن عبد الرحمن الجارودي العبد البصري. قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة، لو شعبة بن الحجاج، عن موسى بن أنس، عن أنس موسى بن أنس بن مالك خادم النبي، عن أنس، ما أولاد سيدنا أنس كتير. سيدنا أنس شاف 120 ولد من صلبه، بس سيدنا أنس بن مالك ببركة دعوة النبي. لما راحت أمه وهو طفل صغير كده عنده 10 سنين، راحت للنبي قالت يا رسول الله خويدمك أنس ادعو الله له، فقال اللهم بارك له، اللهم بارك له وأكثر ولده. فكان سيدنا أنس لما خد أرض في الكوفة بعد كده وكبر، كانت كل أرض الكوفة تثمر مرة واحدة في العام، إلا أرض سيدنا أنس تثمر مرتين ببركة دعوة النبي، وأنجب كثير من الأولاد لدرجة أنه كان يجمع بهم ويصلي بهم العيدين من كثرتهم. فسيدنا أنس ولاده كتير. في طاعون عمواس مات من صلبه 80، في طاعون عمواس اللي في الأردن كان في 80 من الهجرة، وعاش حتى جاوز 100 سيدنا أنس. اللهم بارك له في ولده وعمره ورزقه، قال له كده، اللهم بارك له في ولده وعمره ورزقه. فدعوة النبي تستجاب وتستمر حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن موسى بن أنس، عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يبقى نعرف من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك علوم يعلمها لم يؤمر بتبليغها. ليس كل ما علمه النبي أمر بتبليغه، فهناك أمور علمها النبي وأمر بتبليغها فبلغها، وهناك أمور تعلمها النبي ولم يؤمر بتبليغها فلم يبلغها، وهناك أمور علمها النبي وأمر بتبليغها لبعض الخواص فبلغها لبعض الخواص. واضح؟ لأن بيقول لو تعلمون ما أعلم، يعني معناه أن النبي علمه أوسع مما بلغ. واضح؟ دي نقطة هامة، علشان في ناس تظن أن لازم النبي كل حاجة عرفها لازم يكون بلغ الأمة. لا، هو بلغ ما أمر بتبليغه صلى الله عليه وسلم. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لو تعلمون ما أعلم من هيبة الله وخشية الله والخوف من الله وتفاصيل أهوال يوم القيامة وعذاب القبر وما أحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة
وعظم حرمة الله عز وجل وما حرمه، وجهل العبد وتجنيه على نفسه وانكبابه على الشهوات، لو علمتم هذا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، وفي رواية حنين، يعني ابتدوا يبكوا تأثرا. فقال رجل: من أبي؟ اللي هو عبد الله بن حذافة، عبد الله بن حذافة أو قيس بن حذافة أو خارجة بن حذافة، المهم كانوا إيه ساعات يعيروه كده وإيه ويشككوه في نسبه لأبيه. يعني من أبي؟ قال: أبوك فلان حذافة. عبد الله بن حذافة اللي هو كان مشهور بإيه؟ إنه يحب الدعابة، ولما النبي بعته على سرية من السرايا قال لهم أوقدوا نارا وقال لهم إيه؟ ألست أميركم؟ فاكرين القصة دي بتاعت سيدنا عبد الله بن حذافة؟ وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما إيه؟ الطاعة في المعروف، ولو دخلتم النار ما خرجتم منها. عارفين القصة دي، كنا شرحناها. عبد الله بن حذافة ده ليه قصة عظيمة مع قيصر ملك الروم في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. كان أسر هناك عند الروم سيدنا عبد الله بن حذافة، فلما أسر هناك عرض عليه قيصر إنه يتنصر وينصبه منصب قريب منه يبقى وزيره، فأبى. فجاء بماء مغلي وألقى فيه أحد الرجال المحبوسين معه حتى خرج عظمه من لحمه من شدة غليان الماء، وعلى إنه حيرميه بعديه عشان بيهز أعصابه أمامه. فنظر إليه فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: يبكيني أن ليس لي 100 نفس حتى تموت نفسا تلو نفس في سبيل الله. فقام إيه؟ قال له: طيب اشرب حتى كاس الخمر دي وانا اعفو عنك. قال له: لا اشرب الخمر ابدا، ما حرمه الله. فقال له: تقبل رأسي واطلق سراحك انت ومن معك. فقبل رأسه، ادم طلع هايف كده يعني، قبل رأسه واطلق سراحه هو ومن معه من المسلمين الاسرى، فرحوا لسيدنا عمر بن الخطاب، فرح بهم فرح شديد. ده سيدنا عبد الله بن حذافه رضي الله عنه، واللي هو كان مشهور بالدعابه في الصحابه. شوف رجولته، عشان تشوف الرجوله في الصحابه، بس مش نقول لك انه كان مشهور بالدعابه تفتكروا انه مهزار كده يعني ومهزوز النفس، لا، الصحابه كان جيل لا يعوض رضي الله عنه. ايوه. فقال رجل: من ابي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الايه: لا تسالوا عن اشياء تبدى لكم تسوء. وبرضو قام واحد كده كانت الجمل بتاعه ضايع، الناقه بتاعته ضايعه في الصحراء، قام برضو قال للرسول صلى الله عليه وسلم: طب واين ناقتي؟ قال له: كل بقى واحد هيقول، والتاني يقول لك: طب واين مش عارف حذائي؟ وده يقول لك: انا اين ابنائي؟ ما ينفعش، هتبقى بقى شغل فوازير مع النبي كده ما يليقش، لان النبي له حرمته صلى الله عليه وسلم. رواه النضر وروح بن عباده عن شعبه، وعنه به قال: حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وطبعا هنا كلمة استهزاء، ليس كل من كان يكسى السؤال عن النبي كان يستهزئ، لأن كان بعض المنافقين بتسأل استهزاء، وبعض الصحابة كانت بتسأل لكن لا تقصد الاستهزاء، لكن أشياء كان الأولى أنهم لا يسألوا فيها النبي، بس خلاف الأولى يعني. باب: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام
ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذ قال الله اللي هو إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله. وإذ دي غالبا بتيجي فيما مضى، وهنا بيتكلم على موقف حقيقي في المستقبل يوم القيامة. عشان كده الإمام البخاري بيقول إيه، وإذ قال الله يقول قال الله، يعني عايز يقول إن إذ دي صلة، يعني لا معنى لها في الماضي، كويس؟ لكن على أي حال إذ دي ظرف لما مضى من الزمان غالبا، فقد يأتي لما يستقبل من الزمان قليلا ونادرا، كويس؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، ولو ترى إذ فزعوا وأخذوا من مكان قريب. وإذ فزعوا ده يوم القيامة، مش كده برضو؟ وإذ هنا جاي على المستقبل، يبقى أحيانا تأتي وتدل على المستقبل، لكن هو في الغالب صحيح تدل على الماضي. إذا هي التي تدل على المستقبل، إذا اللي هي بالألف هي التي تدل على المستقبل. يقول لك إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، إذا تملي إذا تدل على ما يستقبل من الزمان. علماء النحو كانوا يعلمون يقولون إيه، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه ناصب لجوابه، كانوا يقولوا كده. وتملي تدخل إذا وإذ على الجملة الفعلية. طب ما تقول إذا السماء انشقت، ده اللي جاي بعدها اسم، تبقى السماء إزاي هتعرف السماء إيه؟ تقول لك السماء هنا ما تقولش عليها مبتدأ، ده انت تقول على السماء دي فاعل لفعل محذوف، فاعل لفعل محذوف. طب ليه؟ لان اذا ما تخشش الا على جمله فعليه، فتقول اذا السماء انشقت، يعني اذا انشقت السماء انشقت، تقديرها كده. يبقى السماء دي تعربها تقول ايه، هتقول اذا ظرف زمان، ظرف لما يستقبل من الزمان، والسماء فاعل لفعل محذوف وجوبا، تقديره انشقت. عرفنا تقديره منين؟ من الفعل اللي جاي بعده. فهمت بقى ليه نعمل كده؟ لان اذا دي اصلا ما تخشش الا على جمله فعليه، ما تنفعش تدخل على جمله اسميه. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت، اهي دي اذا اهي اللي من غير الف دخلت على جمله في المستقبل، يبقى اذا تدل على الاستقبال واذ تدل على الماضي غالبا. غالبا يعني ايه؟ يعني في استثناءات، في احيانا تاتي وتدل على الماضي، ولما تاتي وتدل على الماضي في امر مستقبل كانه واقع لا محاله، فتدل بها يعني تزود المعنى بلاغه، تدي بلاغه في المعنى، كان هذا الامر واقع لا محاله، كما ان الماضي وقع لا محاله. واضح؟ الامام بقى البخاري بيقول اذ ها هنا صله يعني زائد. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ هنا الإمام البخاري عايز يمشي على مذهب إن إذ دي ماضية، ظرف للماضي، وقول الله لعيسى ده حقيقة في المستقبل يوم القيامة، فتبقى إذ دي تبقى صلة. طبعا يرد عليه إن هي هذا على الغالب وليس على الدوام، وإن إذ هنا ليست صلة، صلة يعني زائدة، زائدة من ناحية النحوية يعني. وإذ ها هنا صلة، ما يحبوش يقولوا زائدة، عشان في القرآن ما يصحش تقول على حرف زائد احتراما لكلام العذر، فيقول لك ايه صلة، حرف صلة. ما ده ماضي برضه، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم، ده في الماضي، ما يمشي على بابها، هي ماشية على بابها كده. المائدة أصلها مفعولة كعيشة راضية يعني مرضية، وتطليق بائنة يعني مبينة، والمعنى ميد بها صاحبها من خير، يقال مادني يميدني، مادني ويميدني. وقال ابن عباس مادني يميدني يعني مارني يميرني، يعني أطعمني، اداني طعام ليطعمني، واخد بالك؟ ونمير أهلنا ونحفظ أخانا، سورة يوسف، نمير أهلنا يعني نطعم أهلنا،
نمير أهلنا يعني نطعم أهلنا. يبقى مادني يعني مارني، يميدني يعني يميرني يعني يطعمني. فاهم بقى المعاني اللغوية؟ يقال مادني يميدني، وقال ابن عباس متوفيك مميتك، لأن سيدنا عيسى بيقول فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي، مش كده؟ فهو جايب كلمة متوفيك معناه مميتك. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، ابن شهاب اللي هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب ابن حزن القرشي المخزومي. كان سيدنا علي بن المديني شيخ الإمام البخاري بيقول لا أعلم أوسع علما منه في التابعين على سعيد بن المسيب. فسيدنا إيه؟ علي بن المديني. قال البحيرة التي تعريف بقى ما جعل الله من بحيرة، في ناس يقول لك يعني إيه بحيرة؟ البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. البحيرة أصلا البحيرة اللي هي مشقوقة الأذن، يعني الناقة اللي يجعلوها للأصنام يقطعوا أذنها يعني يعملوا فيها علامة بحيث ما حدش يحلبها وياخد لبنها ويشرب، دي بتاعت الأصنام. كويس، دي حاجات كده كانوا بيقسموها للأصنام بتاعتهم، ما أنزل الله بها من سلطان. قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال أبو هريرة قال وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب قصبه يعني أمعاءه. عمرو بن عامر الخزاعي ده كان في عصر الجاهلية قبل مبعث النبي بسنوات طويلة، رأى أن هناك في الشام في ناس بتعبد أصنام فعجبته الفكرة، فجاب معاه كم صنم كده وداهم هناك وحطهم في قلب الكعبة ودل الناس على عبادة الأصنام. ثم بعد ذلك بدأ يقسم عليهم أقسام، يقول البحيرة يعني إيه أشياء تكون خالصة للأصنام فلا يمنع درها، والسائبة دي يسيبوها للأصنام فلا يقربها أحد ولا يركبها أحد ولا ينتفع بها أحد وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ رآه في النار يجر قصبه يعني أمعاءه في النار، كان أول من سيب السوائب. والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثنى بعد بأنثى. الوصيلة اللي هي لما تبقى ناقة أول بطن تجيبها أنثى وتيجي تاني بطن تجيب أنثى تاني، يعني وصلت البطن الأولى ببطن ثانية أنثى، دي سموها وصيلة. يوم إيه؟ خلاص يعتقوها بقى الوجه اللي ما يرضوش بقى يركبوها ويجعلوها للأصنام لأنها أدت اللي عليها. كويس، ادي الوصيه. الناقه البكر تبكر في اول نتاج الابل ثم تثنى بعد بانثى، يعني تبكر بانثى وتثنى بانثى، ليس بينهما ذكر. وكانوا يسيبونهم يعني يسيبون الوصيله لطواغيتهم، يعني من اجل طواغيتهم، ان وصلت احداهما بالأخرى، إن وصلت أنثى بأنثى يعني ليس بينهما ذكر. والحام، إيه هو الحام؟ أجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. أديك عرفت السائبة وعرفت الوصيلة وعرفت البحيرة، ناقص بقى الحام. الحام فحل الإبل اللي هو الذكر، يضرب الضراب المعدود، يعني لو جاء من ضرابه
يعني من تلقيحه للإناث 10 بطون ده يحمو ظهره خلاص، يبقى حامي، عمل اللي عليه، دخلوا للأصنام بقى كفاية لا ينتفع به، ده اسمه الحام. يبقى الوصيلة ناقة والحام ذكر، واخد بالك، حمى ظهره بأنه خرج من ضرابه 10 بطون، واضح؟ يعني تزوج 10 نوق فأنجبت 10 نوق 10 بطون، يبقى ده خلاص عمل اللي عليه، ابعدوه بقى، ده اللي خلوه للأصنام، فهمت؟ ده اسمه الحام. فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه أو ودعوه للطواغيت. والضراب اللي هو إيه؟ اللي هو تلقيح الإناث، يسموه ضراب الفحل، اللي هو مني الفحل، يعني مني الفحل بيسموه ضراب الفحل، يعني خرج من منيه 10 بطون، هذه معنى ضرابه. وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء، وسموه الحامي لأنه حمى ظهره، فلا يركب ولا ينتفع به ولا يحمل عليه. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيدا قال يخبر بهذا، يخبر بهذا، وفي رواية قال بحيرة بهذا، يعني بحيرة بهذا المعنى، بهذا المعنى اللي احنا قلناه، أصل البحر وشق الأذن، والبحيرة هي التي إيه أنتجت في أول نتاجها بطنان متتاليان إناث، فإيه يسيبوها ولا ينتفعوا بحلبها ولا بضرها. وقال وقال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعنه به قال، يعني الحديث اللي قبل كده كان إيه، كأنه موقوف على سيدنا سعيد بن المسيب، في الآخر هنا في الجزء الأخير إن أبي هريرة قال نفس التعريفات دي ورفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا في الأولاني ده موقوف في حكم المرفوع يعني.